ماكينات للأحوال، طرحتها مصلحة الأحوال المدنية الجديدة، طرحتها يوم السبت الماضي. من خلالها تقدر أن أنت تستصدر الوثائق المختلفة، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، الزواج، الطلاق، القيد العائلي، كل ده عن طريق مكنة شبه الاي تي ام. تدخل البيانات تطلع لك الشهادة في يعني دقائق قليلة. زميلنا حاتم قناوي نزل وعمل التجربة دي، خلينا نشوف الداخلية، وزارة الداخلية ماذا تقدم لنا من هذا في الأحوال المدنية. جاهز التقرير يا جماعة؟ اتفضلوا. إزاي ممكن في 7 خطوات فقط ما بتاخدش أكتر من 3 دقايق يقوم المواطن باستخراج كل الشهادات والوثائق والمعاملات المهمة اللي هيكون محتاجها في حياته، زي شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، القيد العائلي، شهادة الزواج وغيرها من الأمور. يمكن الأمر أصبح متاح حاليا من خلال الخدمة اللي وفرتها وزارة الداخلية ممثلة في هذه الماكينة الإلكترونية، ماكينة الأحوال المدنية اللي موجودة في أكتر من مكان، منها مطار القاهرة اللي أنا موجود فيه حاليا. يقدر المواطن من خلال حاجتين، 50 جنيه والرقم القومي، ان هو يستخرج كل الاوراق اللي هو هيكون محتاجها في خطوات محدوده جدا. دلوقتي احنا هنقوم بتجربه عمليه في محاوله لاستخراج شهاده الميلاد من خلال هذه الماكينه. في البدايه هيكون المتوفر لدي شاشه بتقول لي ان انا عندي اختيارين، اما اصدار الشهادات او دفع الغرامات. احنا دلوقتي هنختار اصدار الشهادات. هيطلع لي اكتر من اختيار، هل انا محتاج شهاده الميلاد، شهاده الزواج، شهاده الوفاه او الشهادات الاخرى. بالتاكيد هنختار على شهاده الميلاد اللي احنا محتاجين نطلعها، ومن خلال الرقم القومي اللي موجود على بطاقه الرقم القومي بقوم بادخال ال 14 رقم اللي بيمثلوا الرقم القومي من الشمال لليمين. وبعد ما دخل الرقم القومي بضغط التالي، هيطلع لي شاشة موجودة فيها مجموعة من الأحرف اللي مطالب من خلالها أدخل ما يعرف به رقم المصنع. رقم المصنع هو الرقم اللي بيكون موجود عند بطاقات الرقم القومي أسفل الصورة الموجودة بتاعتنا في الرقم القومي، وبالتالي بيقوم المواطن بإدخالها. بعد ما دخل الرقم المصنع بضغط التالي، وبيكون مطلوب مني ان انا ابدا ادخل البيانات الخاصه باسم الوالده الثلاثي. بعد ما بيكون المواطن بيدخل اسم الوالده بيضغط التالي، الماكينه بتطلع له مجموعه من الاختيارات. هضغط على طباعه وثيقه ميلاد لنفسك. بيكون دلوقتي المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي عملية دفع الرسوم اللي متمثلة في 50 جنيه اللي اتكلمنا عليها في البداية. المواطن بيكون المتبقي ليه ان هو يضغط طباعة الشهادة، واخيرا من خلال المكان الخاص بعملية الاستلام بتطلع الشهادة الخاصة بالمواطن زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الفترة اللي جاية تشمل توسع في كافة الخدمات اللي بيقدمها القطاع، هيشمل تطوير في كافة المواقع اللي موجودة. الماكينات الذكية اللي احنا عندنا دي احنا بدأنا بأول مرحلة ب4 ماكينات، بعد كده المشروع هيتم تطويره بحيث ان هو يقدم خدمات اخرى ويتعمم في اماكن كتيرة تانية ان شاء الله.